عبر السكايب من جنيف ينضم لنا الدكتور رياض الصيداوي، المحلل السياسي ومدير المركز العربي للدراسات السياسية. دكتور رياض، مساء الخير، أهلا بك معنا. بعد كتالونيا إذن الإقليم الإيطاليان أيضا يجريان استفتاء الاستقلال، لكن هما يقولان هنا أنه فقط لاستقلال أكبر وللمزيد من الحكم الذاتي. بداية لو تشرح لنا ماذا تعني هذه الخطوة؟ هي تعني انتشار العدوى، عدوى مناطق أو جهات تريد أن تنفصل عن مركزية الدولة. تقريبا في كل دولة أوروبية ثم مشكلة من هذا النوع. إيطاليا ثم مشكلة بين الشمال والجنوب، الشمال عنده حزب خاص رابط الشمال تريد أن تستقل إيطاليا الشمالية عن إيطاليا الجنوبية. في فرنسا الكورسيكا، الكورسيكيون في كورسيكا لا يعتبرون أنفسهم فرنسيين، يعتبرون إهانة، بل استخدموا حتى السلاح للانفصال عن فرنسا. البريطون نفس الشيء، اسكتلندا نفس الشيء، في بريطانيا في كل بلد تقريبا ثم مشكلة. بعض الدول مثل حالة سويسرا تجاوزت ذلك بالكونفدرالية. أنا الآن مثلا أكلمك من بلد اسمه دولة وجمهورية جنيف. دولة وجمهورية جنيف عندها عالم خاص، حكومة خاصة، عندها شرطة خاصة، عندها برلمان خاصة، ثم هي عضو في الكونفدرالية السويسرية مع بقية الدول أو المقاطعات في سويسرا. الكونفدرالية تسحب البساط من ضغط نحو الانفصال، وإلا تقريبا كل الدول الأوروبية الكبرى فيها هذه النزعة. طيب يعني هل ممكن العدوى أن تنتشر أكثر وأن تنعكس أكثر على باقي أقاليم دول الاتحاد؟ نعم، خاصة مع نجاح استفتاء كتالونيا. المرة القادمة في اسكتلندا قد ينجحون، الفرنسيين قد يطالبون في كورسيكا أو في البريطون، نفس الشيء في إيطاليا، في دول أخرى. نعم، العدوى الانفصال، لأنه ثم بحث عن الهوية، لأنه في الستينات كان والسبعينات كانت فكرة الأوروبا والاتحاد الأوروبي تنتشر. الآن بعد الأزمة الاقتصادية الكبرى التي عاشتها أوروبا منذ أزمة الرهن العقاري سنة 2008، ثم عودة للهوية، عودة للمحلي. هذا العملاق الأوروبي أضر بنا، نحن نبحث عن المحلي. بدأت محاولة الانفصال من أوروبا، بريطانيا انفصلت عن أوروبا بالبريكسيت، اليونان أيضا تحاول، ثم في داخل كل بلد ثم جماعات محلية تحاول أن تنفصل. بالنسبة للحالة الإسبانية مثلا، الدستور في الفصل 155 الدستور الإسباني من حق الدولة الإسبانية أن تجمد الحكومة المحلية والبرلمان المحلي بين 6 أشهر وسنة. إذا طيب، نحن أمام ترسانة من القوانين وأمام رغبة الشعوب والجماعات أيضا. طيب دكتور رياض، دعنا نعلق على حدث الإقليمين الإيطاليين. يعني في حال إجراء ذلك، نجاح ذلك، كيف يمكن أن يؤثر ذلك على الدولة الأم؟ طبعا إيطاليا كما تعلمين عاشت حرب من أجل أن تتوحد مع غاريبالدي الشهير الذي وحد إيطاليا بالقوة العسكرية، مثل ما بسمارك وحد إيطاليا، عفوا، وحد ألمانيا بالقوة العسكرية. إذن هذه الخريطة التي تشكلت اليوم ثم جهات فيها تريد أن تستقل. من ناحية الدول الأوروبية تقول نحن ديمقراطيون، نحن نؤمن بصناديق الاقتراع، فإذا ما قدمت صناديق الاقتراع ونجح الانفصاليون فماذا ستفعل الدولة المركزية في هذه الحالة؟ هل ستتناقض مع مبادئها وتستخدم العنف المسلح الذي استخدمته في القرن 19 مثلا مع غاريبالدي أو مع بسمارك الذي وحد ألمانيا بالقوة العسكرية وغاريبالدي وحد إيطاليا بالقوة العسكرية؟ هل ستستعين بالقوة العسكرية؟ أعتقد الآن هذه الدول في حرج كبير جدا مع مبادئها الديمقراطية وما حق هذه الجماعات في تقرير مصيرها. ولا ننسى أنها الدول الغربية ومن حقوق الإنسان استخدمت كثيرا ورقة حقوق الشعوب تقرير مصيرها في الدول العربية والدول الإسلامية والدول العربية الثالث. الآن تعود ضدها، الآن هي نفسها بدأت تعيش هذه التجربة المؤلمة. نعم، شكرا لك على هذه المداخلة. معنا الدكتور رياض الصيداوي، المحلل السياسي ومدير المركز العربي للدراسات السياسية، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. شكرا جزيلا.